صباح الخير، واليوم 29 نيسان 2022 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، لا تبدو معركتك مع بعض الزملاء في العمل سهلة أو سريعة، أو ممكن توصلك للإجابة الصحيحة يلي كنت متأمل من خلالها بفتح الباب أو بفتح الباب أمام خيارات جديدة. عاطفيا رح تفرض معادلة عاطفية ثابتة تمنع الشريك من الاستخفاف بمطالبك تجاهه، ومن غير ما تبادر بالطلب أو الإلحاح على هذا الأمر. مولود برج الثور، الفلك عم يتحدث عن ملامح لبداية مهنية جديدة، وما في خلاف على الأمر، ولكنك متخوف من مضمونها المالي مش أكثر. عاطفيا لابد من الانتظار للنهاية لتتوضح الصورة أكثر بينك وبين الشريك قبل تقييم النتائج، ويبدو أنك ماشي على هيدا المبدأ بالوقت الحالي. مولود الجوزاء، يبدو أنه قرارك بالانتقال إلى موقع جديد ابتدى يتراجع بسبب محدودية النتائج المادية يلي كنت عم بتراهن على الاستفادة منها للتعويض عن خسائرك السابقة. عاطفيا رح يغيب عن بالك أنه توقيت المبادرة تجاه الشريك ممكن ما تعطيك الحظ القوي بعملية ترتيب وضعك العاطفي معه بالشكل يلي أنت عم بتحدده. مولود برج السرطان، خطوة مهنية جديدة رح تزيد من قوتك ونفوذك الفعلي فيما لو اجتهدت على التنوع الموجود فيها، ولكن من غير ما تخبر أي شخص عن أسرارك التفصيلية فيها. عاطفيا تبدو مهتم بعملية توسيع دائرة اهتماماتك العاطفية وتعزيز حضورك الفعلي بحياة الشريك، حتى لو كلفك الأمر تقديم بعض التنازلات اللازمة لتحقيق النتيجة. مولود الأسد، ابتديت تستشعر بحركة من القيود المهنية والمالية، وأصبحت عم بتحاصر حياتك اليومية، وصارت عم بتشكل عندك حالة من الضغط النفسي بشكل غير مألوف. عاطفيا أصبحت علاقتك مع الشريك على مسافة قريبة من خطوط التماس المباشرة معه، ومع ذلك رح تنجح بتخطي هيدي الأجواء المتوترة معه، ولكن بالتوقيت المناسب. مولود العذراء، مواقف مهنية مستجدة رح تنضم لقائمة المستجدات اللي بتتعارض مع مصالحك العامة مع محيط عملك الحالي، ولا يبدو أنك مطمئن لإجراءاتها البعيدة على مستقبلك المالي. عاطفيا الفلك عم يتحدث عن خلل عاطفي ممكن يظهر مرة جديدة قدامك، ولا يبدو أنك مرحب بالأمر، وخصوصا من بعد ما هديت الأمور بينك وبين الشريك بالفترة الماضية. مولود الميزان، رح ترتبط بقرار مهني قريبا، حتى لو عم بتعرق له الظروف الحالية اللي أصبحت عم تحضر فجأة قدامك، وأصبحت بذات الوقت عم تمنعك من تحقيق الإنجازات المطلوبة. عاطفيا عم يقلقك تبدل مزاج الشريك بشكل مستمر، وتبدل مشاعره تجاهك على أقل سبب وأبسط كلمة ممكن تطلع منك كردة فعل على تصرفاته معك. مولود العقرب، عم تسعى لدور مباشر مع محيط عملك الحالي، وما رح تقبل بتهميشك أو إزاحتك من موقعك الحالي على خلفية مشكلتك مع أحد الزملاء يلي عم يسعى بكل قوته لتحقيق النتيجة يلي عم بتمنى لك إياها. عاطفيا تبدو بحاجة للكشف عن أسباب التبدل الحاصل بموقف الشريك تجاهك والغاية الحقيقية من هيدا الأمر قبل حسم موقفك العاطفي فعليا معه. مولود القوس، تبدو أبواب المقايضة المهنية مفتوحة قدامك، ورح تدعمها بالسرية التامة حرصا منك على سلامة إتمامها بالتوقيت المناسب بعيد عن عيون الحاسدين. عاطفيا علامات استفهام عاطفية عم بتدور براسك فعليا، قد تكون مرتبطة ببعض الإجراءات التفصيلية الخاصة بعلاقتك مع الشريك يلي سبق وحكيت عنها معه. مولود الجدي، الفلك عم يتحدث عن إجراء مهني أصبح كفيل بحل مشكلة عالقة بينك وبين أصحاب العمل مباشرة، وعلى ما يبدو رح يتم التعامل معها بالشكل يلي بيتناسب مع مصلحة الطرفين. عاطفيا عم يصعب عليك تحميل الشريك مسؤولية الجفا العاطفي يلي حصل بيناتكم فجأة، ورح تجبرك هيدي الحالة الشعورية على مواجهته فعليا بدون تردد. مولود برج الدلو، ما رح تترك الساحة لأحد المتطفلين بالتدخل على حياتك المهنية أو ياخد دورك ومجهودك يلي اكتسبته فعليا، حتى لو كنت عم بتفكر بتبديل أو تغيير وظيفتك الأساسية. عاطفيا رح ينقلب واجبك العاطفي تجاه الشريك بشكل إيجابي جدا، ورح تأكد له عن مدى حرصك على سلامة استقرارك معه بالرغم من التراكمات الموجودة بيناتكم. آخر الأبراج معنا مولود الحوت. عزيز الحوت، زيادة الضغط المهني عليك وحدك عم بيسبب لك نوع من التنافر بالمصالح ما بينك وبين البعض من الزملاء في العمل. عاطفيا المشهد العاطفي ابتدى يتحسن عندك تدريجيا، وهيدي الخطوة بحد ذاتها رح تكون الجواب الفعلي اللي كنت عم تستناه من فترة طويلة. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهيدا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. ضلكم بألف خير، وباي باي.